خدمة تحرز تحرز بدنا خدمة تحرز ولو بدنا خدمة تحرز. صباحكم صديقاتنا أصدقائنا على هواء راديو روزنا، مكملين معكم ومستمرين ببرنامجنا الصباحي رزنامة روزنا. انتقلنا لنكون معكم بفقرة بدنا خدمة تحرز اللي أيضا تبث على فيسبوك ببث مرئي مباشر على صفحة روزنا الرسمية على الفيسبوك. فيكم تنضموا لنا، تابعونا بالصوت والصورة وتشاركونا تعليقاتكم. اليوم ببدنا خدمة تحرز رح نتوجه لأهلنا الموجودين في تركيا، كتار بالفترة الأخيرة عم بيعانوا من مشكلة رفع الإيجارات. يعني أحيانا عم بيكون عقد الإيجار انتهى، أحيانا لا، عم بيطلب المالك رفع الأجار بنسبة بتتجاوز 100%. سمعنا عن كتير قصص وحالات البيت عم بيكون ارتفع أول مرة قبل حتى ما تنتهي، عم بيتم في حجج انه اذا ما بدكم تطلعوا. في كتير مشاكل اليوم رح نحكي عنها، لهيك اذا كانت مشاكلكم اليوم عن الايجار، عن تثبيت النفوس بسبب الايجار، ايضا فيكم انتم تشاركونا تعليقاتكم، اسئلتكم، استفساراتكم ضمن البث المباشر، وايضا بالاتصال على 090-350-5238، اتصال واتساب واتصال موبايل. احنا رح ناخذ هدول الاتصالات ضمن موعد فقرتنا لليوم. بس خلوني اعطيك بشكل سريع عن الموضوع. كان اكد وزير العدل التركي بداية الشهر الماضي ان الحكومة التركية رح تحط حد اعلى يتعلق بالزيادة المسموحة بايجارات المنازل عند 25% على ان تطبق على عقود الايجار الموقعة حتى الاول من تموز، لكن تعدت نسبة رفع الايجار المنازل بالولايات التركية وبمقدمتها مدينة اسطنبول وغازي عنتاب لتتجاوز 100% سنويا بعد الزيادات الشهرية اللي عم تحددها هيئة الإحصاء التركي بالتوازي مع ارتفاع التضخم 73%. قانون زيادة الإيجارات بنسبة لا تتجاوز 25% للأسف ما عم يتطبق من قبل الجميع، ولسه في العديد من المؤجرين عم يفرضوا زيادات عم تتجاوز 100% حتى الآن، وعم بيواجه كتير من السوريين والإجمال المقيمين الأجانب والسكان من صعوبة بإيجاد منازل في الولايات مثل اسطنبول، غازي عنتاب والكتير من الولايات الأخرى المتواجدين فيها، خاصة مع حظر بعض المناطق على الأجانب، وهذا الشيء عم يتزامن مع ارتفاع أسعار الإيجارات. لحتى نعرف شو هي الإجراءات القانونية الضرورية، نكون على بينة من أمرنا، نعرف شو هي حقوق المستأجر وشو الإجراءات القانونية. بهيك حالات بيسعدني يكون معنا ضيفنا الأستاذ محمد زراع أغلو، المحامي والمستشار القانوني. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد، ويعطيك ألف عافية. أهلا أستاذ نيلوفر، يسعد صباحك، يعطيك ألف عافية، وأنت كمان تحياتي لجميع المستمعين واللي عم يتابعونا عبر صفحة الفيسبوك. يعطيك ألف عافية أستاذ. يعني هاي المشكلة اللي حكينا عنها للأسف عم تزداد يوم بعد يوم، نتفاجأ كلياتنا صرنا مع موعد نهاية العقد، في عنا هذا التخوف، في ناس لسه حتى قبل نهاية العقد عم يتفاجئوا برفع الإيجار ورفع العائدات بالتالي. بالنسبة لرفع قيمة الإيجار أستاذ محمد، هل من الناحية القانونية يحق له للمالك رفع الإيجار قبل نهاية العقد؟ إذا بدنا نحكي بشكل عام، امتى بيحق له هلا قانونا نسبه الزياده اللي متعرف عليها بالقانون التركي اللي هي التفة والتفة، هي فقط بزيد الزياده اللي بيحددها القانون، اللي تحددها اللي بتحددها هيئه الاحصاء قانونا. بتكون الزياده بنهايه العقد عند التجديد التلقائي. يعني انا عقدي بينتهى بشهر 8 ب 1/8، على المستاجر ب 1/8 بدايه العقد الجديد بيزيد الزيادة القانونية. هلأ الزيادة لهذا الشهر لسه ما نزلت، غالباً حتكون يوم الأربعاء، ولكن نحن خلينا ناخذ قياساً، خلينا نقول 35% أو 50%. فكل شخص كان عقده فرضاً 2000 بيصير عقده 3000، بيبدأ من تمديد العقد الجديد. هلأ بسبب التضخم اللي صار والحركة الاقتصادية السريعة، هيئة الإحصاء كمان نزلت آلة الزيادة يجب أن لا تتجاوز 25% إذا كان صاحب الشقة بده يزيد.
طبعاً مثل ما تفضلتي حضرتك ما في التزام بهذا الشيء أبداً، ومع الأسف الطرفين عم بيعانوا، يعني صاحب الشقة دائماً عم بيعاني إنه المستأجر عم بيدفع لي قليل جداً بالمقارنة مع الإيجارات اللي بالسوق، والمستأجر عم بيعاني إنه أنا عم بيطالعني المستأجر أو بده إياه مني المؤجر إني أدفع 10,000 أو 15,000، وكمان هذا غبن للطرفين. ما في لحد الآن شيء منصف للمؤجر وللمستأجر مع الأسف. نعم. طيب يعني هل قانون رفع الإيجار فوق هاي النسبة، هل هاي النسبة هي ملزمة للمؤجر إنه يلتزم فيها؟ قانوناً ملزمة طبعاً، قانوناً ملزمة، ولكن إنه ما عم يلتزموا فيها، واللي مستأجر عم بيكون أجنبي غالباً، يعني المستأجر التركي هو أعلم بالتفاصيل القانون التركي. المستأجر الأجنبي بسبب عدم علمه بتفاصيل القانون التركي فعم بيصير منه تخوف. يعني أنا حاعطيكي مثال، أمس تواصل معي شخص صاحب الشقة بعت له اختار عن طريق النوتر أنه أنا ما عندي رغبة بتجديد العقد. نعم. فقال له أوكي أنا ممكن أعمل لك زيادة. قال له لا أنا ما بدي زيادة، بدي أخذ الشقة. وقال له طالع حكم باسمك، وهي صورة الحكم أنا أرسلت لك إياها، وإذا ما بتطلع حتجي الشرطة تطلعك وحرحلك على سوريا. وهذا الكلام كله ما في منه، هو فقط بعت له اختار عن طريق النوتر، يعني لا في حكم ولا في محكمة ولا في دعوة ولا في أي شيء، ولكن في عملية تخويف لحتى يطالع المستأجر من الشقة. مع الأسف عم نتعرض لهيك شيء. طيب أستاذ محمد، إذا نحن حطينا بهاي الحالة قبل نهاية العقد طلب صاحب البيت أنه نحن نرفع الإيجار، وأيضا بعد نهاية العقد طلب أنه نحن نرفع الإيجار وإلا ما رح يجدد العقد، من الناحية القانونية شو ممكن نحن نعمل؟ شو الإجراءات الضرورية؟ القانون بيقول إذا صاحب العين المؤجرة دائما بضل عم بتابع المستأجر بشكل يومي، بيقدر المستأجر يقدم فيه شكاية إنه هو عم بيعمل له إزعاج وبيمنعه من هذا الأمر. هذا قانونا في نص مادة واضح. هلا نحن خلينا نحكي، نرجع على قانون الإيجارات بشكل عام. إذا طلب مني أنا المؤجر إني أعمل زيادة، إذا أنا في رضا بهذا الأمر فأنا ممكن زيد، ما في أي مشكلة. ولكن أنا إذا ما كان بدي زيد ممكن إني ما رد على المؤجر أبدا، وبتابع بإيجاري الطبيعي. المؤجر ممكن بيعمل لي اختار قبل نهاية العقد انه انا بدي العين المؤجرة للانتفاع فيها وما عاد بدي استمر بهذا العقد بالتجديد التلقائي. خلال هي المدة اما انا ببحث عن بيت لحتى لاقي، او بوصل على اتفاق انا وياه. في حال ما وصلنا على اتفاق وما لقيت شقة انا ببقى بالشقة، ما عندي خيار تاني، يعني مستحيل المؤجر ياخذ اشياء او يقعد في الطريق لانه صاحب البيت بده بيته، يعني هي كمان مشكلة. فأنا حأخذ هذا العقد نفسه اللي موجود معي، ضلني مستمر وزيد الزيادة القانونية وادفعها للمؤجر، والمؤجر عن طريق المحكمة ممكن يجيب حكم إخلاء، وبالنهاية حيطلع المستأجر من العين المؤجرة، بس بيكون لقى بديل، لقى شيء مناسب. لأنه الإيجارات الآن أنا كمستأجر أدفع فرضاً 4,000 ليرة، الآن البيت نفسه اللي تبع جيراني مثلاً عم يتأجر ب 15,000، يعني فيه هو كتير كبير عم بتصير. لذلك أنا بقول كيف بدي أطلع وأنا عم بدفع 4 على شقة بدي أدفع عليها 15؟ أي المشكلة نعم منعاني منها الآن. بالمقابل صاحب شقتي عم بيشوف إنه جاره عم يأخذ 15 كأجار وهو عم يأخذ 4. طيب مع الأسف طبعا أكيد، يعني هو كتير كبير مثل ما ذكرت أستاذ محمد. لكن هون هل ممكن للمستأجر يقدم شكوى بحق المالك في حال خالف قانون الإيجار التركي، سواء إخلاء أو رفع الإيجار؟ طب هون شو الإثباتات اللي رح تنطلب منه لحتى يرفع هي الشكوى؟ هلأ شوفي، دائماً الأشخاص بيكون همهم، أنا كصاحب شقة الهم تبعي إنه المستأجر يطلع من الشقة. فالإجراء اللي أنا بتبعه، الإجراء القانوني طويل مع الأسف، يعني الإجراء القانوني هو إجراء طويل. يعني أنا لازم أبعت قبل بشهرين 3 أشهر إختار، وتأكد أنه هذا الإختار تم إرساله. بعد ما تنتهى مدة العقد أنا بدي أخذ هذا الإجراء، هذا الإختار حطه بدائرة الإجراء ومع عقد الإيجار، وقول أنه هذا الشخص انتهى عقده وما طلع. بعد منه دائرة الإجراء بتعمل تبليغ للشخص المؤجر، للمستأجر. المستأجر ممكن يعترض، ننتقل بعدين لمرحلة المحكمة. المحكمة ممكن تستمر من 6 أشهر حتى سنة وسطياً، فهذا كمان كله يطول، إضافة إلى تكلفة وزمان وما إلى آخره.
لذلك صاحب العين المؤجرة شو عم يعني شو الطريق اللي عم يتبعه الآن؟ عم يتبع الطريق القصير، بعض التهديد، بعض الإزعاج، أنت أجنبي ما بتعرف بالقانون، أنا ممكن رحلك، أنا ممكن أبطل لك إقامتك، أنا ممكن أعمل كذا، أنا ممكن أجيب الشرطة. شفنا حالات مثلا فات على البيت وكسرون وطلعوا لهم أغراضهم وكبوا لهم إياها بدون عين بدون حق، لحشوا لهم أشياء للأشياء للأشخاص خارج البيت. يعني منشوف ممارسات، هي ممارسات فردية صح، مخالفة للقانون صح، ولكن برأي صاحب البيت إنه هي الإجراء سريع هذا. هلا إذا بده يمشي باتجاه قانوني حيكون شوي بطيء، حياخذ شوية وقت وحيكلفه لصاحب البيت شوية فلوس زيادة. مع الأسف هذا اللي عم بيصير. قانوناً بحق له للمستأجر مباشرة مثل ما ذكرت أنا سابقاً في حال أي إزعاج كان من المؤجر بيعمل فيه الضبط القانوني والمحكمة بتتابعه وما في عليه أي مشكلة، يعني هذا منفصل. ولكن الأشخاص بيقول لك أنا ما بدي مشكلة، أنا بدي ضلني مستمر بالبيت، أنا بدي أعمل تسوية مع صاحب الشقة، مع الأسف هذا بيتنازل شوي وهذا بيشد شوي وعم تطلع هي المشاكل لأنه ما في تطبيق فعلي لنص القانون. طيب كمان هون يعني البعض عم بيقول إذا كان القانون فقط مكتوب بين الطرفين أو ما نم نوتر أو ما نم مصدق وبالتالي ما في قيمة حتى لهذا العقد، قديش هذا الكلام دقيق أستاذ محمد؟ لا هلأ العقد شريعة المتعاقدين وحتى بتركيا هذا الأمر مطبق، يعني الإجراءات اللي أنا متفق عليها قانوناً أو الشروط القانونية اللي مسجلة في عقد الإيجار تعتبر ملزمة للطرفين حتى ولو ما كان العقد بنوتر. يعني أنا إثبات العلاقة الإيجارية تعتبر ثابتة من خلال عقد الإيجار حتى لو كان غير منوتر، حتى لو ما كان في عقد إيجار. يعني أنا الآن مالك جديد وعندي مستأجر كان مأجره المالك السابق، يعتبر العقد ساري المفعول بحقي أنا كمالك جديد، ولكن يجب علي اختار المؤجر أنه أنا أصبحت المالك الجديد، هذا رقم حسابي، أرسل لي الإيجارات إلى هذا الأيبان أو هذا الحساب، أو أنا لا أرغب بتجديد العلاقة الإيجارية على الإطلاق، أطلب منك بنهاية عقدك أنك تطلع. هذا حق ويعتبر عقد الإيجار ساري المفعول ولا عليه أي مشكلة. بالنسبة للعقد اللي منوتر الآن بسبب المشاكل اللي حصلت بالآونة الأخيرة بالإقامات، يعني ممكن نلاقي شقة عليها 200-300 إقامة موجودة، أصحاب الشقة صاروا يشتكوا أنه نحن مو عاملين عقود إيجارات. أنا مثلاً كشخص معي عائلتي 5 أشخاص، كل يوم تجيني إقامة على البيت، كل يوم تجيني إقامة على البيت باسم مختلف، وأنا برفض هذا الشيء. فالدولة حددت لازم يكون العقد منظم لدى النوتر، يكون موجود أثناء تنظيم العقد المستأجر والمؤجر في آن معا قدام النوتر يتأكد من الهويات وبينظم هذا العقد. يعني هن مشان ما يصير فيه كتير مشاكل فعم بيحاولوا كل شوي يقننوا من التقنين، يعني من القانون الأمور الإجرائية مشان يخف شوية مشاكل مو أكثر، بس له قوة قانونية بحتة العقد اللي غير منوتر. نعم. في معنا كمان سؤال من أحمد ورح أبدأ أستقبل اتصالات أستاذ محمد. السؤال من أحمد بيقول المشكلة الأكبر هي قانون الحظر اللي صار على الأحياء، لهيك الأتراك استحكموا بالأجانب خاصة السوريين فعرفوا أنه ما بيحسن يستأجر غير حي، فيا يطلع يا بيدفع الدبل، وإذا صاحب البيت اشتكى على المستأجر السوري فبيرحله ومنا على سوريا فبيعين الله. مع الأسف الكلام صحيح 100%. يعني أنا كشخص الآن مستأجر بمنطقة أسينيور، إذا بدي أطلع من الشقة تبعي فأنا مضطر بدي أعمل تحديث بيانات للعنوان تبعي. تحديث بيانات ما بيأجروني لأنه هن كل شخص ساكن في أسينيور محدث عنوانه سابقا ومثبت العنوان يعتبر أموره مستقرة، أي حدا جديد فما بيثبتوا له عنوانه، الشخص الغير مثبت عنوانه فهو عرضة للترحيل كأجنبي أو لإلغاء إقامته إذا كان عنده إقامة. فهذا الأمر مع الأسف صحيح. إذا بتسمح لي أستاذ محمد رح نأخذ كمان اتصال موبايل. ألو صباح الخير. صباح الخير. يا أهلا أحمد تفضل. هلا أنا سؤالي إنه اليوم مثل ما تفضل قبلي السؤال إنه اليوم مع بيجي أخوي عندي قدم مشان تحويل نفوسه من طابق أرضي للأول. إيه سأله يعني يقول له الموظف يقول له روح أغير بيتك. قال له يعني البيت فاضي، قال له لا فيه عائلة تركية كان. رجع راح العائلة التركية حكى مع صاحب بيته حكى مع العائلة قال له نحن فاضين ما في أي نفوس، البيت فاضي.
طيب ما تقول له يعني، حتى دخل اجى صاحب البيت قال لهم هذا ساكن عندي والبيت النفوس فاضي، حتى قبله نسجلوا له يسجلوه بالنفوس بالبيت. يعني عم بسووا حتى بالنفوس عم بسووا اعاقات كثيره. انا اليوم لو انا اذا صاحب البيت سوى معي مشاكل انا اجباري بدي اطلع من البيت، اطلع اغير البيت. اذا بدي اغير البيت نفوسي ما تتسجل، ايش استفدت؟ يعني لازم يكون في حل. هاي المنطقة محظورة، هاي المنطقة ما محظورة، هاي المنطقة لو البيت فاضي خلص يتسجل فيه بيت أنا فوقي الطابق اللي فوق ما يتسجل. بس هالسؤال نعم، إذا يعطيك ممكن العافية، تفيدونا. ماشي الله يعافيك، شكرا كثير لك أحمد، يعطيك العافية. برجع لعندك أستاذ محمد. هلا نحن الآن أمام موضوعين مختلفين تماما. الموضوع الأول اللي هي الكثافة السكانية للأجانب في أي منطقة أو محلة استنادا لعدد السكان المواطنين الأتراك اللي هي قيدتها الدولة. يعني هي المنطقة مثلا أسينيور الفاتح، والآن صار في كذا محلة حتى بكذا منطقة من مناطق إسطنبول هي حظروا فيها تسجيل القيد لأنه صار عدد الأشخاص الأجانب اللي موجودين فيها بتجاوز الحد المسموح. يعني أنا المفروض عندي بكل منطقة يوجد 50% من نسبة الأتراك يكون أجانب، هي دول المناطق تجاوزت النسبة فسكرتها الدولة هذا الأمر، ما عاد في قيد، يعني ما عاد في عقد إيجار، يعني الشخص ما عاد يقدر يستأجر بهي المنطقة. هلا كلام الاخ صح، انا اذا بدي استاجر الطابق اللي فوق طالما انت بدك تقيد جديد فما في جديد لانه تسكرت المنطقه، هذا قرار نازل للموظف النفوس فهو ما حيقدر يخالف ويسجل اي شخص، فهذا الامر منتهي، هذا قرار اداري محض. موضوع الايجاري قرار قانوني، يعني هون نحن انت عم تشتغل يا شيء قانوني في اجراءات ومده واخطار ودعوه ومحكمه، اما الامر الاداري مضطر للموظف يتبعه، ما فينا نحن بنظلمه. هلا عم بيقول لك كان على القيد موجود في عائله تركيه او مو موجود في عائله تركيه، صح انا صادفت كذا قصه من هذا نفس هذا الموضوع، بيكون في بالقيد عائله، هي العائله انتقلت من الشقه ما نقلت نفوسها بعد تركته بالشقه القديمه، وقت عم يجي الاجنبي بده يسجل فالموظف ما بيسجله لانه بيقول له في عائله فانا ما بقدر نسلك. والحل صح يا بيجي حدا من العائله بيسحب القيد تبعه من هذه الشقه، يا يعني اما بيجي صاحب البيت نفسه وبيقول انا كنت مأجرهم والان هن طلعوا، يعني لحتى الموظف يتاكد انه ما في آلية، خاصه بيكون عقد الايجار ما هو عقد منظم لدى النوتر، اي الحاله بيكون العقد عادي، فالموظف بيصير عنده تخوف انه انا ثبت فالعائله التركيه رح يفقدها خارج. لذلك اما العقد اللي مثبت لدى النوتر ومنظم بشكل اصولي الموظف بيثبته مباشره حتى لو كان في عائله تركيه بايمون وبينزل له قيده اذا المنطقه مسموح فيها طبعا القيد. نعم، في معنا كمان اتصال تاني ناخده. ألو صباح الخير. صباح الخير نور. يا أهلا. صباح الخير أستاذ محمد. تفضل. صباح النور يا أهلا وسهلا. كان عندي سؤال أستاذ محمد من الناحية القانونية، استأجرت بيت وبعد ما أخذت البيت لقيت أنه بده كتير صرف، يعني فيه كتير أعطال، فصاحب البيت قال لي بنهاية العقد أنت تأخذ مصراتك، فأنا هلا خلص عقدي لسه معي شهر والبيت مباع، يعني عم يخبرني عم يقول لي البيت مباع ما عطاني مهلي، عم بيقول لي معك لراس الشهر بدك تقضي. طبعا أنا عم بقول له أنا صرفت على البيت، عم بيقول لي أنا مالي علاقة، أنا من الناحية القانونية شو فيني أعمل وفي بيناتنا عقد لكن غير مقيد، يعني ما هو نظامي. تمام أخي الكريم، العقد تبعكم مكتوب إنه كل تعديلات أنت حيتم تعديلها هي تحتسب بكذا، وانت مرتب الفواتير اللي انت صرفتها على لا. آليات التعديل. لا 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 لا، نحن ما بعد ما اخذنا البيت فاجئنا انه الصرف الصحي كله تعبان، جينا قلنا له الصرف الصحي قال صلوا انت وانا بعطيك بعد ما انكتب العقد، هذا الشيء تفاجئنا بهذا الشيء. الصرف الصحي مثل يعني المواسير تبعون المي هذه الشغله هي كلها كان بدها صرف، فقال انا بعدين، فهذا الشيء اللي ما اعترف عليه وباع البيت، انا مضطر لاني فضي. ثاني شغلة إنه الإيجارات ارتفعت خمس أضعاف، ما 100% 5%، خمس أضعاف ارتفعت. شوف رح نحكي بشقين، الشق الأول بالنسبة للتعديلات، إذا كان موضوع التعديلات مذكور في العقد فهو ملزم لصاحب الشقة الأول وصاحب الشقة الثاني، طالما أنت عم تعمل ديفير لهذا للشقة صاحب الشقة عمل بيع فيعتبر العقد، يعني هي الشقة مع المستأجر تبعها المالك الجديد قبلان فيهم وقت اشترى.
فكل شرط بشروط العقد يلي موجود مثلا انه انا حعدل واحد اثنين ثلاثة هي حاخصمهم من الايجار او انا بتعطيني اياهم من التأمين او 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 كل هاي التفاصيل اللي متفق عليها اذا مكتوبة فهي ملزمة حتى للمشتري الجديد، اذا ما انا مكتوبة واتفاق شفهي للأسف فمع الاسف ما فيني اقول لك غير انه هي لا تعتبر اذا شفهي سارية بحق المالك الجديد، ولكن المالك الجديد اذا انت عقدك ما انتهى بتقدر تقعد لنهايه العقد اذا ما ارسل لك اختار خلال شهر من مده تملكه انه هو ما عنده رغبه بتجديد العقد. هلا انا قصدي سؤالي استاذ انه انا انتهى عقدي وما لقيت بيت بحق لي ضيف مثلا مده قانونيه بتحق للمستاجر انه مثلا سمعت انه 45 يوم بحق لك من بعد عقد انه تقعد لحتى تلاقي بيت، انه ما شرط انه خلص العقد على نفس النهار انه انت لازم تطلع، من الناحيه القانونيه هل هذا الشيء موجود؟ لا لا ما في شيء اسمه 45 يوم، في شيء اسمه انه انتهى عقدك اعطاك رغبه انه اعطاك طلب انه انا اختار نعمي انه انا ما عاد بدي استمر بالعلاقه الايجاريه، وانا ذكرت ببدايه الحلقه اذا سمعتني اذا انت ما عندك شقه أكيد. وما لقيت واذا انت ما حدا رضي اجرك هي كمان مشكله انه انت اجنبي انا ما حاجرك او انت المنطقه ممنوع فيها تثبيت النفوس او انت يعني هي العوائق كلها اذا انت ما تلاقي انت مضطر تبقى بالشقه انت مضطر تبقى لحد تلاقي يعني القانون بيضمن لك انه انت تبقى لحتى تلاقي ساعتها صاحب الشقه الجديد بيقدر بيطالعك عن طريق دائره الاخلاء يعني بيرفع دعوى اخلاء وبيعمل اجراء وبيجيب البوليس بعدين وبينفذ قرار الاخلاء بهي الآلية إذا ما طبعا. صار الإخلاء بالتراضي مشكور طبعا كتير خلال هي المدة كاملة أنت عم بتسدد بدلات الإيجار ما فيك توقف عن التسديد شكرا كتير مشكورين أهلا شكرا أسامة يعطيك العافية في معي سؤال أستاذ محمد فياض عم بيقول أنا طلعت من بيت يوماني مثبت فيه الكهرباء على اسمي أو المي عم مثبت على البيت اللي جنبي ما عم يثبتوا لي أني سابقا ما عندي فاتورة باسمي هي الشغلة من الموظفين فياد سؤالك معنى واضح فلو أنه ترجع تتصل فينا أو يعني بيكون أفضل حتى نقدر نوضحها صحيح السؤال ما كتير واضح صحيح. تماما طيب هون أستاذ محمد إذا بنرجع بس كمان للحقوق حقوق المستأجر نذكر فيها الأخطاء اللي يعني من خلال استماعك لكثير من الأساس الأخطاء اللي عم نوقع فيها كمستأجرين اليوم وممكن تكون يعني ممكن كانت تكون لصالحنا لحنا تلافينا الموضوع من البداية هلا اهم شيء المستاجر ما يقصر بتسديد بدلات الايجار هي نقطه كثير مهمه لانه عدم تسديد بدلات الايجار بخلي عقد الايجار عرضه للفسخ الالتزام بشروط عقد الايجار اذا التزم المستاجر بشروط عقد الايجار فكمان ما بيخلي العقد عرضه للفسخ يعني انا مستاجر كعائله مؤلفه من 4 اشخاص إذا أنا بدي يجوا يلاقوا عندي مثلاً 50 شخص نايمين وهن المسجلين اسمهم بالعقد فهذا الشيء إخلال بيخلي صاحب البيت ممكن يخليني استناداً لإخلال بشروط العقد في كتير تفاصيل هلأ أنا كمستأجر الآن بيهمني أنه لما بدي استأجر اذكر كل التفاصيل اللي أنا بدي إياها يعني أنا مثلاً بدي أقعد بالعقد عقدي لمدة سنة يتجدد بشرط كذا الموجودات اللي موجودة بالبيت لازم كمان يذكرها ممكن إذا البيت بحالة مثل ما صار مع الأخ أنه طلعت الصحية كذا بكتب على ظهر العقد بيني وبين المالك أنه تم إنفاق مبلغ ومقداره كذا سيتم اقتطاعه من بدلات الإيجار الشهر اللي بعده أنا ما بدفع ولا اللي بعده ولا اللي بعده هذا بالاتفاق الشخص اضطر يصلح طبيعي ولكن هذا الفائدة عائدة للشقة ككل فهي حرام تطلع من المستأجر لأنه الفائدة النهائية عائدة للمؤجر فالمفروض أنه كان ما يسدد له بهذيك الفترة هي التفاصيل إذا التزموا فيها وكان كل شيء مكتوب فبيكون ملزم للطرفين أنا لما بدي روح لا سمح الله على المحكمة أو بده يصير خلاف بيكون كل أمر أنا بإيدي سق قانوني لحمايتي تماما كمان معنا اتصال رح ناخده ألو صباح الخير صباح الخير تفضل مين معي بس بدي أسأل معي زهر أهلا وسهلا فيك يا زهر بس في سؤال بالنسبة لتغيير عنوان السكن بعت منه ضوابط امبارح على الاي دولة عم بدخل ما عم بيقبل بالنسبة لتغيير السكن ايش في شيء مطلوب مثلا لازم مثلا يكون عندي فاتورة باسمي مثلا بالبيت او لازم اسجل عقد الايجار عند النوتر حتى مثلا يقبلوا بالنسبة للاي دولة ولا
ما بعده هالشيء. تمام، نحن هلا كمان رح نحكي عنه. يعني انت مثبت، بدك تثبت النفوس، تثبت العنوان. انا عندي قيد نفوس بمكان بدي انقله، يعني اخذت بيت ثاني وبدي اطلع، بدي انقل من بيت لبيت. نعم، بس عم حاول انقل هذا العنوان على رابط الى ولدات، ما عم يقبلوا. استاذ محمد، بتحب تساله اي سؤال قبل ما نختم معه؟ هلا سؤال، حضرتك معك الجنسيه التركيه او لا؟ لا انا معي كملت. معك كملت. هلا كل شخص اجنبي بده يثبت عنوانه ما حيقدر عن طريق الإيدولات، حصرا بده يراجع شعبة الأجانب لحتى ينقلوا لك تحديث البيانات والعنوان وهي التفاصيل. هي شعبة الأجانب اللي بدنا نراجع ولا البلدية بتصير؟ لا شعبة الأجانب التابعة إلى منطقتك. شعبة الأجانب اللي تابعة إلى منطقتك. نعم. هلا عن طريق الدولة بيقدر الشخص التركي هو ينقل عنوانه ويثبت البيانات ويحدث عن طريق تطبيق الدولة. أما وقت بتوصل لمرحلة من المراحل عبر التطبيق، أنت كأجنبي ما بيعطوك الصلاحية، ما بيعطوك أوناي، ما بيعطوك الموافقة على التثبيت اللي أنت البيانات اللي دخلتها، ما بيعطوك موافقة عليها، لأنه حصراً أنت لازم تراجع شعبة الأجانب. يعني ما صار في إمكانية للأجانب أستاذ محمد أنه هني كمان عن طريق الإيدولات وفي حالة عزل ممكن وقت يراجع دائرة النفوس؟ ما عم بيتابع السيستم، ما عم يعطي موافقة بشكل نهائي. طيب البعض عم يلجأ، يعني بيدخل الشخص بيحط البيانات بيبلش كذا، بيوصل لمرحلة من المراحل ما بيعود بيتابع التطبيق. طيب يعني هون معناته هني ما يلجأوا للسماسرة لحتى يرتبوا لهم هذا الموضوع؟ لا أبدا. ممكن حتى السمسار يضره، يعني ممكن حتى الشخص إذا ما كان هو مثلاً، كيف بدي أحكي، يعني إذا ما كان هو ممكن يأخذ له موعد بشعبة الأجانب أو شخص عارف كيف بده يدله أقلها على الطريق الصح، ممكن ينضر الشخص مع الأسف. طيب في سماسرة عم بيحطوا يعني عناوين عشوائية وأحياناً عم تضبط معنا الصحيح، عم بياخذوا مصاري سماسرة، يعني عم بياخذوا، عم بيدخل على رابط إلى أولاد وبحاول، وأنا في واحد والله بحاول أكثر من مرة، يمكن حذروني أنا من موضوع تحديث السكن، يمكن إنه في ناس عم بيمشي الحال معه. ما بعرف يعني الموضوع إنه بس وقت هن بيجوا بيعملوا بحث، أخي الكريم بيجوا بيعملوا بحث هن إنه كل شخص موجود بمكانه، يعني مثلا نحن عندنا أشخاص كثير أبطلت إقاماتهم لأنه ما لقوهم بعنوان السكن اللي هن مثبتين فيه. يعني أنا مثبت سكني فرضاً بمنطقة شيشلي وما لقوني موجود بالشقة، عم تبطل إقامتي، فأنت ليش تكون عرضة للمساءلة؟ يعني أنا بس هي الفكرة. مظبوط الحكاية، بس إنه بيقبلوا بالبداية، بيقبلوا إنه هو تم تغيير عنوان سكن، لكن مع المراجعة بعد فترة. يعني بس أنا ما بالنسبة لي كل شخص أجنبي، أنا برأيي كل شخص أجنبي موجود بأي بلد بغض النظر عن تركيا يلتزم بقوانين البلد كاملة. يعني انت مثلا يكون خط تليفونك باسمك، يكون عقد ايجارك باسمك، فواتيرك انت تفتحها باسمك، مثلا سيارتك انت تسحبها باسمك، كل شيء انت تساويه بشكل اصولي، تدفع الضريبه الصحيحه، لانه كل خطا رح تدفع ضريبته لاحقا. يعني انت حتى لو هلا مشي الحال، ايه اوكي، يعني انا بكره بنذكر بعض، ممكن بعد سنه خليني اعتبر. طيب شكرا كثير لك زهر، يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. شكرا لك. نحن بس عم نعيد الاتصال من جديد بالأستاذ محمد. اليوم إذا حديثنا عن الحقوق المستأجر بشكل عام، عن الإيجارات وارتفاع الإيجارات، أسباب الارتفاع، شو ممكن نعمل. معتصم، سؤالك إذا صاحب البيت رفع الإيجار أكثر من النسبة القانونية، أكثر من 30%، شو ممكن أعمل؟ الأستاذ جاوبنا بالبداية، بس أرجع أختم بهذا السؤال أكيد، بس حتى يرجع الاتصال من جديد مع الأستاذ محمد زراع أغلو المحامي والمستشار القانوني، هو موجود معنا اليوم ليعطينا تفاصيل أكثر عن الإجراءات القانونية الضرورية في حال تم رفع الإيجارات أكثر من النسبة القانونية. ذكر الأستاذ محمد أنه النسبة هذا الشهر لسه ما طلعت، هي ممكن تكون يوم بكرة، وهي ملزمة قانونيا، لكن للأسف ما عم يتم الالتزام فيها، فعم نكون أمام خيارين، إما أنه نحن نخلي وبالتالي ندور على بيت آخر، أو نقبل برفع الإيجار.
ما بعرف إذا صار معنا الأستاذ محمد، لسه عم نحاول التواصل معه من جديد. بدي أتشكر أكيد كل اللي عم بيشاركونا، وإذا عندكم أي أسئلة قبل ما نختم ياريت كمان تشاركونا فيها لحتى أقدر كمان أطرحها على الأستاذ محمد، اللي كمان إذا برجع بذكر حديثنا هو عن الإيجارات في تركيا. خبرونا عن الصعوبات اللي عم تمرقوا فيها، صار هو موجود معنا من جديد. يعطيك العافية أستاذ محمد، شكرا لك. الله يعافيك، يا أهلا وسهلا أستاذ. كنا عم نحكي تفضل. كنا عم نحكي بس تأكيدا على المطرح ما انتهينا، كنت عم قلو للأخ أنه كل شخص تبدأ أموره القانونية بشكل سليم فما بيعود عرضة لأي مشكلة بالمستقبل. ممكن يبطل القيد، ممكن ما يقدر يسجل عائلته إذا هو مسجل بعنوان وهمي، ممكن أطالب بالمدارس يقولوا لا حصرا لازم تكون أنت من سكان هي المنطقة. فأنا مشان ما فوت بهي القصص، أنا برأيي يكون كل شيء نظامي، كل شيء صحيح، بيكون أفضل للمستقبل. طيب هون في قصة إنه كتير من السوريين بيقولوا لك لأنه الرابط أو التطبيق عم بيكون باللغة التركية، وهن مثلا ممكن ما يكون عندهم خبرة كافية فبيلجأوا لسماسرة، وبالفعل بيعطوهم حتى شفرة الإيدولات، وبالتالي حتى لو أنهوا المعاملة بيضل الشفرة عنده. لو بس تخبرنا أكثر يعني كنصيحة لكل ممكن للأسف يقوموا بهذا الشيء، شو في إلى عليهم مخاطر؟ شوفي هلا مثلاً تطبيق الإدولة شفرة بيقدر الشخص يسحب منه كل بياناته الشخصية، يعني اسمه، عائلته، أفراد العائلة، شو عنده ممتلكات، شو عليه ضرائب، شو عليه تأمينات، شو عليه، شو باسمه، سيارة، مخالفة، كل التفاصيل بقدر أنا طالع من الإدولة شفرة. وقت أنا عم بجي أعطي أموري الشخصية أو مفتاح بيتي لشخص أنا ما عندي ثقة فيه، بس هو مثلا بده يجي يصلح لي ضوي روح، وانا عم بقول له خلي المفتاح معك وانت ما بده يفوت وبيطلع، برايي هذا غير منطقي. فكل شخص، وحتى بيخبرون هن عن طريق الدوله بيقولوا له هي الشفره ما بتعطيها لحدا، فالشخص بيعطيها لاجراء معامله وحتى ما بيغيرها لاحقا، يعني بيتركها مثل ما هي وبيعطيها وخلصنا. برايي كل شخص يرتب اموره القانونيه بشكلها الصحيح، وعوداً على بدء عقد الإيجار إذا بده ينظمه يذكر فيه كل الشروط اللي بتحمي حقوقه. المالك مثلاً ممكن يوقع على المستأجر على تخلية تعهد نعمة مشان يضمن أنه يطلع، لأنه حتى وجود الآن المستأجرين اللي ما عم يطلع من الشقق كمان هي مشكلة بالنسبة للمالك، نحن ما فينا ننكرها. يعني أنا اليوم كمالك شقة بدي طالع المستأجر من عندي، ما عم بقدر، عم بيضل سنة واثنين وثلاثة وأربعة. يعني نحن عندنا موكل صرنا سنتين رافعين الدعوة، والمستأجرة بتدفع وبتطعن وبتستأنف وبتنفذ، والزلمة حقيقة بده بيته. يعني هذا الاتجاه الطرف الثاني من المعادلة، وفعلا للآن نحن ما عم نقدر نطالعه، القانون شوي بياخد وقت، والمستأجرة ما عم تقدر تطلع، ما بدها تطلع أبدا ولا بأي شكل من الأشكال. كمان نظلم فعليا مالك الشقة هون، يعني مو دائما المستأجر ممكن يكون مظلوم، حتى المؤجر ممكن ينظلم بهي الحالة، ولكن القانون يطبق على الكل، ما فينا منكم. نعم، في معي اتصال، آخر اتصال رح ناخده أستاذ محمد. ألو صباح الخير. ألو صباح الخير أحمد. ألو صباح النور. بس بدي أسأل الأستاذ، هلا عم بيقولوا إنه عن طريق الثاني مثلا الهجرة والجوازات وبعض ثبت هناك عنوانك عن طريق الإيدولات، في شيء من هالشيء يعني؟ سؤالك ما سمع. أنا ما قدرت أسمعه. عيد سؤالك أحمد. بيقولوا إنه مثلاً ببعثوا الهجرة والجوازات، بعثوا لك رسالة وعن طريق رسالة حسين ثبت العنوان عن طريق الإيدولات. مضبوط لما مضبوط؟ أنت أخي أحمد وصلتك رسالة ولا ما وصلتك رسالة؟ أحمد عم بيصير في تقطيع بصوتك، ما عم نقدر نسمعك بشكل واضح. ربما الشبكة عنده سيء. هلأ هنين بعتوا إدارة شبكة الأجانب أو إدارة الهجرة، حتى بعتوا رسائل لكل الأجانب عم يقولوا لهم نطلب منكم تثبيت عنوانكم بالشكل الصحيح. نعم. تثبيت العنوان بيطلبوا منهم مراجعة إدارة الهجرة، فهنين بعتوا للكل مشان هنين يتأكدوا كم عدد الأشخاص الموجودين بهي المنطقة، كم عدد الأشخاص الموجودين بهي المحلة، كم عدد الأشخاص الموجودين بهذا السقاق، كل شخص مثلا حامل إقامة، حامل كملك، هل هو موجود فعلا هون ولا غير موجود. يعني بالنهاية هنين بدهم يضبطوا هذا الأمر بالقدر الممكن. نعم.
كمان أستاذ محمد في عندي سؤالين. هل يمكن توثيق عقد الإيجار على إذن العمل والكم لك غير ولاية تصريح العمل؟ ما بيقبل النوتر يثبته. يعني سابقا كان بين المؤجر والمستأجر بعقد داخلي، أحيانا يكتب اسم جاره ويكتب اسم رفيقه وهو يقعد وتترتب الأمور بآلية ما حدا دريان فيها. الآن لما نحن عم ننظم عقد الإيجار بين البائع، بين المؤجر والمستأجر أمام النوتر، النوتر بده يتأكد إنه هذا الشخص المستأجر إقامته أو كملكه قيدها اسطنبول حصرا، تعليمات هيك. إذا غير اسطنبول ما بينظم له عقد إيجار. رح أختم بهذا السؤال من جديد، يعني ونعتبر فيه تذكير لكل يلي عم بيشاركونا وسألونا اليوم، واللي أساساً طرحنا يعني كرماله الحلقة سؤال معتصم. إذا صاحب البيت رفع الإيجار أكثر من النسبة القانونية، أكثر من 30%، شو ممكن أعمل؟ وبهيك يعني بنقدمها نصيحة لكل يلي عم يسمعونا أستاذ محمد. لا تعمل شيء أبداً، أي شيء غير قانوني غير ملزم أنت بتطبيقه على الإطلاق. ونهاية العقد، إذا انتهى العقد هون شو ممكن يعمل هو؟ في نهاية العقد برجع بقول إذا صاحب الشقة اتبع الإجراءات القانونية وبلغ بالطريقة القانونية السليمة أو وصل لاتفاق تحت غطاء قانوني بالنسبة للأجر، يعني نحن الأجر مثلا زيادة 25% أو الزيادة السنوية اللي هي التكلفة وصلت مثلا خليني أعتبر 40%، ووافق المستأجر وافق المؤجر على هي الزيادة تبع عقد الإيجار. إذا ما تمت الموافقة فالمؤجر بده الكتير والمستأجر ما حيدفع لأنه مخالف للقانون. أنا بقول للمستأجر زيد الزيادة القانونية وتابع بعقد الإيجار تبعك حتى لو ما رضي المؤجر. نعم، ممنونتك جدا أستاذ محمد، يعطيك ألف عافية، شكرا لوجودك معنا اليوم. تحياتي لك، يعطيك ألف عافية. كان معنا الأستاذ محمد زراع أغلو المحامي والمستشار القانوني، تحدثنا أكثر عن ارتفاع الإيجارات في تركيا، آلية التعامل مع المؤجر في حال رفع الإيجارات، في حال طلب الإخلاء، في عدد من الحالات. شكرا لكل يلي شاركونا اليوم. كملين برنامجنا الصباحي معكم على هواء راديو روزنا.